بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا ومرحبا بكم من ولايه شمال دارفور، ومن خلال هذه العيديه نقول لكم كل عام وانتم بخير. من مدينه الفاشر حاضره ولايه شمال دارفور لكم التحيه والتجله، ومن على رهد تندلتي احد المعالم الرئيسه في مدينه الفاشر نحييكم. ومن هنا ينطلق عدد من الشعراء ليصوغوا أعذب الكلمات وأطيبها، وليرسلوا للعالم أجمع رسالة المحبة والسلام والود. لكم التحية ومرحبا بالشاعرة عايدة أحمد عبد القادر، الشاعرة والإعلامية المعروفة بولاية شمال دارفور، والتي لها إسهامات كبيرة ومقدرة على الصعيد القومي وعلى الصعيد المحلي، وشاركت في العديد من المناسبات الوطنية والمناسبات الشبابية والثقافية. مرحبا بها. سودان وطننا زاهي وجميل وناظر أصلي البلاد. دارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج نعل شأنا. أنا بحيي كل المشاهدين لقناة الشروق وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعني ربنا يعني يعيد علينا العيد ويلقانا كلنا كده تامين ولامين، ويعني لكل الناس خارج حدود الوطن أنا بقول لهم عودا حميدا مستطاب إن شاء الله. وطبعا العيد في السودان له طعم ومذاق خاصين. خلي عنك هوايا إن العشق ما أضحى يحرك خافقي أو خافقك، بك قد عرفت العشق ها قد صرت لا أدريه بك، والآن اذهب حيثما شئت ودعني أتحرر من شريعة مذهبك. النص: جئت يوما أبحث الحضن الدفيء أغوص في عينيك أبحث عن ملاذ، فرجعت أحمل منك في برد الشتاء غطاء نزف من نشاز. بيني وبينك كانت الآمال تزخر حين تختلج الحقيقة بالمجاز، فأنا الحقيقة والترقب والتفاني ثم طهر النفس من دنس الشواذ. وإليك أنت وإليك أنت عصارة الغدر الملفق والحديث الحلو يخرج منك مختالا كما المطر الرزاز. أعطيتك القلب الذي لا يعرف النكران، أنت غرست فيه مشاتل الحمى وبعضا من هواك. لا أنت وحدك أو أنا كنا على وعد، ولكن الزمان الفوضوي هو الذي نصب الشراك، فأمدنا ذاك البنفسج برهة وتقطعت همم الرجال، فبان نصل الغدر يلهج في دماك. حينا مددت إليك كفي أستغيث، فرميتني جهرا رمادا من هواك، واليوم تسألني عن الأمل القديم، عن المساء البكري، عني عن هواك. لكنما القلب يثأر يعتلي قمم التخلي، ثم يرفض كل من أعطى الهوى ثمنا رخيصا وانتهاك، ويسور يهتف عاليا عذرا، فقد مات الهوى والقلب صار بلا حراك عذرا. أنا كنت يعني تجرعت مرارة الغربة، وبالمناسبة دي يعني كتبت في ذات غربة قصيدة سميتها ليس كما العيد، أحب أهديها لكل المشاهدين الكرام. بقول: غيمتان على باحة القلب تنزفان، وطن هناك وقلب أم في البعيد، ماذا إذن لو حط بي هذا يحلق في الفضاء على فنن، ماذا إذا ما حطني في جنحه سفرا بهيجا ثم أودعني إلى قلب الوطن. فأنا وحيد والعيد جاء، وهنا جميع الناس لا يدرون ما رمضان، ما الله وماذا قد يريد. فبكيت يا أمي بكاء في صباح العيد حتى خلت أنك في أمامي تجلسين وتمدني قبسا يشد إزار صبري بالحنين. أمي تذكرت الشوارع في بلادي كيف تحفل بالصغار وهم على حلل جديدة. السودان وطننا زاهي وجميل وناظر أصلي البلاد. جهزنا ملانا كتنا في الإسلام.
رحلتنا رجيانا نعمل وننتج نعل شأننا بكم جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، ونحن نتواصل معكم من خلال هذه العيدية، ونحن نرحب من خلال هذه المساحة بواحد من الشباب المبدعين والشباب الموسيقيين والمطربين الذين ظهروا في الساحة الغنائية في شمال دارفور، الشاب فتحي أحمد الماحي، وهو الذي أشير بواحدة من الأغنيات التراثية ذائعة الصيت والتي شكلت نقطة نقاش وجدل كثير جدا، أثارت جدل كثير جدا في الأوساط الفنية، وهي أغنية بنتي حسابك. مرحبا بك أخي فتحي أحمد الماحي. فرقتنا الدنيا صدفة من كلمات وألحان الشقيق الأكبر الباشمهندس محمد الصادق أحمد الماحي، متعه الله بالصحة والعافية ورد الله بركاته. فرقتنا الدنيا صدفة وزي ما يتلاقينا أول، فرقتنا الدنيا صدفة وزي ما يتلاقينا أول، بسأل والدمع فوق عيني بترحل، أي سكات ودي دربي قولي لي أنا داير أوصل، جادري الفرقة صدفة وفرقتنا وزي ما يتلاقينا أول. آه جات رياح الفرقة صدفة وفرقتنا وزي ما يتلاقينا أول، يا رياح الفرقة صدفة وفرقتنا وزي ما يتلاقينا أول. غريب الليلة شفتي الليلة شفتيك من تجايا، انتي ضاحكة وزي بتبكي والدمع فوق خديك حانية، الدنيا بعدك علمتني أبقى خاينة، دلوراك اديت قلبي وسابني راح ما وحدة تانية.
سلمت قلبي أنا سابني راح ما وحدة تانية الوراك أديت قلبي أنا وسابني راح ما وحدة تانية قبل ما اضحك معاك او احاول مرة ازعل فجأة غبتي من عيوني وبوراكي سبتيني اسأل اي زول كلمته عني قال كتير في الحب ده بيحصل في ناس بتمشي سنين طويلة وفي ناس بدون ما تمشي توصل ناس بتمشي سنين طويلة وناس بدون ما تمشي توصل في ناس بتمشي سنين طويلة وناس بدون ما تمشي توصل في ناس بتمشي سنين طويلة وناس بدون ما تمشي توصل ناس بتمشي سنين طويلة وناس بدون ما تمشي توصل في ناس بتمشي سنين طويلة وناس بدون ما تمشي توصل واحدة من الأغنيات التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط النسائية هي أغنية بنتي حسبك. نريد أن نتعرف على هذه الأغنية وما صاحبها من كثير من الأعمال وما تلاها من أعمال كذلك أخرى. بنتي حسبك جاءت في فترة وجيزة جدا جدا وطغت على كل الأغنيات، يعني من قبل بنتي حسبك أنا كنت أمتلك مجموعة من الأعمال التراثية، ولكن هي جات طغت على الأخريات، بالرغم من أنه في أغنيات تاني ظهرت أكثر من 7 أعمال جديدة وفي لسه أعمال ما رأت النور، وإلا بنيت حسابك تظل هي سيدة كل الأغاني التي يمتلكها فتح الماحي. من كلمات الأستاذة آسيا قبلة الإعلامية المخضرمة، الليمون قايم شتي زرعوه في نيرتتي، يعني دي برضو من الأغنيات الجميلة جدا جدا وأنا بعتز بها. يعني الليمون قايم شتي زرعه في نيرتتي، خداري قايم شتي زرعه في نيرتتي، يا ناس قايم شتي زرعه في نيرتتي.
جميل زرعه في جرتتي فرع الليمون جميل زرعه داكن وسط الخبيل زرعه فرع الليمون جميل زرعه داكن وسط الخبيل زرعه وجابر قلبي يميل وصولك مستحيل زرعه في جرتتي يا ناس قايم شتي زرعه في جرتتي خداري قايم شتي زرعه في جرتتي أخضر قايم دقاق زرعه شارب المسحاب زرعه أخضر قايم يداب زرعه شارب المدفاق زرعه بشيت وبشوف رهاب وجنيت وقلبي داب ونادوا أهل الكتاب زرعه في نرتتي يا ناس قايم شتي زرعه في نرتتي خداري قايم شتي زرعه في نرتتي أخضر قايم يداب زرعه شارب المسحاب زرعه أخضر قايم يداب زرعه شارب المسحاب زرعه قشيت بشوف رهاب وجنيت وقلبي داب ونادوا أهل الكتاب زرعوا في نرتتي يا ناس قايم شتي زرعوا في نرتتي الليمون قايم شتي زرعوا في نرتتي يا ناس مالكم علي زرعوا أصبر استنوا شوية زرعوا يا ناس مالكم علي زرعوا أصبر استنوا شوية زرعوا الفرع الداب ني ناس شاوي قلبي شي زرعوا في نرتتي يا ناس قايم شتي زرعوا في نرتتي خداري قايم شتي زرعوا في نرتتي يا ناس مالكم علي زرعوا أصبروا استنوا شوية زرعوا ويا ناس مالكم علي زرعوا أصبروا استنوا شوية زرعوا الفرع الداب ني ناس ياوي قلب شي زرعوا في نرتتي الليمون قايم شتي زرعوا في نرتتي خداري قايم شتي زرعوا في نرتتي مع الدباس تلقوه في نرتتي ركم فوق الحراز تلقوه القمري مع الدباس تلقوه وركم فوق الحراز تلقوه وفرع الليمون يا ناس ويبس قلبي يباس وزرعه في نرتتي الليمون قايم شتي زرعه خداري قايم شتي زرعه في نرتتي أخضر قايم دقاق زرعه شارب المدفاق زرعه أخضر قايم دقاق زرعه شارب المدفاق زرعه في شقة بنات شقاق لمن يسوي ساق زرعه في نرتتي الليمون قايم شتي زرعه يا ناس قايم شتي زرعه خداري قايم شتي زرعه قايم شتي خداري قايم شتي يا ناس قايم شتي شو ده.
كان وطننا زاهي وجميل وناظر وأصلي البلاد. دارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج مع الشأن. السعاف وأغصان شجرة الدوم التي تنبت بصورة طبيعية في البراري وعلى ضفاف الوديان وأماكن تجمع المياه، ومعروف عنه تحمل العطش والجفاف، وهو ثمر دائري جاف يؤكل. يقطع سعف شجر الدوم أخضرا ثم يجفف فيتغير لونه إلى الأبيض الداكن، ومن ثم يتحول إلى ما يعرف بالسعف وينقسم إلى عدة أقسام. السعف كخام يدخل في العديد من الصناعات المحلية في ولايات دارفور بصفة خاصة في جمهورية السودان. والسعف في الأساس هو أغصان لشجرة تسمى شجرة الدوم، بتنمو على ضفاف الوديان وفي البراري. تؤخذ هذه الأغصان خضراء وتجفف بصورة معينة، فبعد ذلك بتحول لما يعرف به السعف، وطبعا الأهالي بنطقوها محليا بالزاي زعف يعني، وبتدخل في العديد من الصناعات، صناعات البروش وصناعات القفف وما يسمى بالكابديليك وهو إناء لحمل الفواكه وكذا، وفي المندولات أشياء للزينة، وتستخدم أيضا في صناعة العمرات والمشلعاب، وهو شيء يوضع في مكان عالي حتى لا يصل إليه الأطفال، وبيدخل أيضا في صناعة الحبال. والسعف في الحبال له أهمية خاصة لسكان الريف، حيث لا يوجد ألياف يمكن أن يصنع منها هذه الحبال. والزعف في السودان بينقسم لقسمين، الزعف المعروف والحنكوك. والحنكوك هي عروق ضخمة قوية متينة على جانبي أغصان الزعف، وفي الوسط تستخرج وبتدخل في صناعات أخرى مثل صناعات الطباقة وما يعرف بالبراتيل، وأيضا ما يعرف بالريك وكذا. يشكل السعف قيمة هامة لدى أهالي الريف، حيث يصنعون منه بعض المنتوجات التي تعينهم في حياتهم، بجانب أنه يدخل في العديد من الصناعات اليدوية الأخرى التي ترتبط بالسعف. بعض من قبائل دارفور اشتهرت بصناعة السعف، وله علاقة ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية، بجانب أنه منتج يدوي. هناك قبائل مشهورة جدا في دارفور بتعمل على إن صناعة البروش، مثل قبائل الكنين في الدرجة الأولى، وبعد ذلك قبائل الفور، وبعض القبائل الريفية الضاربة في المناطق حول أقاليم دارفور. ومن أشهر الأقاليم لإنتاج الزعف هو ولايات جنوب دارفور، حيث تكثر هذه الأشجار وتنمو بصورة طبيعية في العراء، فبالتالي يذهب إليها الناس ويأخذوها. وفي شيء آخر مهم جداً، أن الزعف بيدخل في العديد من العادات الاجتماعية، أهمها إنها تغرس في باطن الأرض عند دفن المشيمة للمرأة التي ولدت حديثا. أيضا يستخدم في الأفراح في الختان وكذا، حيث يبشر به الناس، ويوضع على قمم بعض البيوت تسمى بالقطاطي كدلالة على حمايتها من العين. فبالتالي هو منتج مهم جدا، منتج اجتماعي ومنتج يدوي، وبيدخل في العديد من الصناعات المهمة في ولايات دارفور. مناطق معينة في إقليم دارفور تشتهر بالسعف وبأشجاره، البعض يستعمله في البناء والبعض الآخر في جماليات المنازل وزينة العروس، مع ممارسة بعض الطقوس أثناء صناعة السعف. بيجيبوه من حتة بقولها نعلة، النعلة دي هي الحتة الوحيدة المصدرة الزعف، بيجيبوا أخواننا هنا تجارة والمهادل بيشترنا بالربط كده، الربط دل بيجيبون بيشققون بيطلعوا منهم الزعف أنواع وأشكال، جزء منه في حتة بيقول لها قندر بيعملوا بحبال بيبنوا بها، وجزء منه بيعملوا قفف، جزء منه بيعملوا بروش، وجزء منه بيعملوا حبابات الصغار اللي بيحبوا بها النار دي، وجزء منه بيعملوا طواقي بالنسبة للدنيا خريف الرجال بيخطوا فرسينهم، وجزء منه بيعملوا حاجات كده يعني مندولات صغيرة سمحة كده بيسموه بلغانا نحن كبدلو،
وثانيا كمان في جزء منه بيعملوا زي المندول الحصى بتنشاف اللي حولتوها من هنا دي بيعملوها بدون يعني مؤاخذه، بيعملوها للامهات بيقعدوا فيها نسبه للدخان وكذا ونسبه للعرسان. وثاني في حاجه يعني مطابق مع الاسم بيقول لها مندوله، المندوله دي بيعملوها سمحه كده بالنسبه للعرسان، طلقاها بخطوا فيها الهدوم وبيبخروها وكذا. واساسا كنين جزء منهم جو من هم يعني القبيله بيقول لها طوارق، لكن عندنا هنا بيقول لها كنين. الطوارق دي جايين بطريق الصحره من ليبيا، في حته هسه حاليا في ليبيا بسموها طوارق، للاساس الكنين جايين منها وشقوا بالصحره. يا هم جو كانت الحته اللي بيقول لها قبه دي كان كنين ساكنين هناك، ومن هنا بزمن السلطان وداهم للحته اللي بيقول لها سويلنغا، الحله سويلنغا دي. علاقه القبيله كنين بالزعف دي المهنه الوحيد من الحبوبات، الحبوبات مما قاموا ياهو بصنعوا دي بيجيبوها للسوق وفرشوها بيلقلوهم منها حويجه كده اهو. ومما قاموا احنا نحن كنين ديل هو الامهات دي شغلتين الزعف دي صنع الوحيد بيصنعوا منها الاشياء الحصه اللي وريتك لها دي. بجانب تصنيعه بمختلف الأشكال وتلوينه له استفادة من الناحية الاقتصادية. يومين نيارة وكان جبتي تشققي وتخوري تطفري منه حبابات والقفر والكبدول والبرش برش دخان والتانشن تعلم قندر تعملي هبال والأسمدة تعملي مكانس تعملي قفة تخيطين والحبابات تخيطين والبرج دخان تخيطين. مسميات عدة لمنتجات السعف خاصة عند قبيلة الكنين التي احترفت واشتهرت بصناعة السعف. السعف القفة اللي أنا ماسكاو دي قفة الطلبة، نحن بنقول لها دي قفة الخدار، ونحن بنقول لها قفة الطلبة، الطلبة اللي بيشيلوا فيها الخدار. وده القفة ده اسم قفة بس، والزعفة الجوة دي زعفة التبابة بالرطانة، نحن بنقول لها تاقي النيبل، تاقي النيبل ملونة تبوبة القفة دي. ودي الحبابة دي نقول لها حبابة بس. وده الحنكوك، الحنكوك نقول لها إزرون، إزرون ناملاب الحبل، والحبل اسمه تشاو. ودي الزعف، الزعف دي الزعف اللي نطفروا بها القفة، القفة الكبيرة اللي اسمها طلبة، القفة دي اسمها طلبة نطفروا بها من الزعف ده الكبار ده. واتسالة دي برشة دخان، برشة دخان احنا نقول لها اتسالة بالرطانة. الحنكوك والجنكوك مسميات للسعف الذي يدخل في كثير من الأعمال اليدوية ذات التشكيلات المختلفة التي برع بها سكان ولايات دارفور. وطننا زاهي وجميل وناظر وأصلي البلاد لليومنا جهدنا هلانا كيف سلمنا للسان ودرفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج نعلم شأنا لليومنا جهدنا هلانا. مرحبا بكم جديد مشاهدينا الأعزاء، وفي جانب آخر
يسرنا ويسعدنا أن نكون مع الأستاذ المسرحي صالح بابكر أحمد، وهو من المسرحيين الذين لهم بصمتهم في مجال الدراما والمسرح بشمال دارفور بل ودارفور عموما والسودان أجمع. مرحبا بك أستاذ صالح بابكر، ونريد أن نتعرف على هذه التجربة الثرة في مجال المسرح وفي مجال الدراما، وأنت واحد من أعمدة الدراما والمسرح هنا في دارفور. شكرا جزيلا لك ياسر، وشكرا كثير لهذه الغنى الشروق اللي أشرقت وطلت على الشعب السوداني والأمة العربية بصفة عامة، إشراق طيبة. وطبعا الشروق يعني هي من الغنوات المحببة إلي طبعا، وبشاهد كل برامجها ومعجب بكل برامجها. التحية للشروق، التحية لكل القائمين على أمر قناة الشروق اللي هي إضافة حقيقية للإعلام السوداني ومفخرة كل سوداني داخل وخارج الوطن. ياسر تكلمتني أو قلت لي التجربة المسرحية والفنية لي سواء كان في دارفور أو في العاصمة القومية. طبعا المسرح هو عشقي الأول والأخير، وبديت حقيقة في مجال المسرح ما أدوني الدراميين أو المسرحيين فرص كبيرة هناك في العاصمة القومية الخرطوم باعتبار أنه أنا غايب كثير. ولكن تحية للدكتور عبد الحفيظ محمد أحمد اللي أداني فرصة في مسرحية جميلة جدا عرضت مرة واحدة عام 89 في المسرح القومي اسمها هلال مريخ، ويعني كانت فيها كوكبة من المسرحيين الكبار، وضمن أبطال هلال مريخ الراحلة اللي رحلت عننا قبل أيام الفنانة الكبيرة رجاء مرغني اللي كانت غايبة في ليبيا وجات، وكنا نتمنى أنه تعمل معنا مرة ثانية ولكن شاء الغدر أن ترحل عن هذه الدنيا. وأيضا بعد ذاك أنتجت عدد من المسرحيات للراحل ياسين عبد القادر اللي هي مسرحية إرسام في الدكان، وكنت في الأبيض معنا بسين أحمد فضل الله وكبار المسرحيين آنذاك وما زالوا الآن هم يقدمون في مجال المسرح. بعد ذاك أنتجت مسرحية اسمها سكن عشوائي للصديق العزيز الفنان الكبير الحارث صديق وأمنا فتحية محمد أحمد، وتم عرضها هنا في شمال دارفور وفي جنوب دارفور وفي وسط دارفور في دارفور الكبرى اسمها سكن عشوائي وفي مليط في عدد من المناطق. المسرحية يعني كوميدية راغية جدا. بعد ذلك برضو أنتجت حاجة اسمها يوم ليك ويوم عليك ويوم عسل ويوم بصل وعدد من المسرحيات، إلى أن بديت أكتب لنفسي لصالح بابكر أعمال الفنية، فكتبت عدد من المسرحيات منها مسرحية اسمها يوم باكر أحلى للأطفال وركائز أساسية للأطفال، وهي فازت المسرحيتين في مهرجان الطفولة بالخرطوم. وبعد ذاك عدد من المسرحيات اللي أنا الآن بصدد تقديمها كتابتها جاهزا، بالإضافة إلى تجربتي في المجال الإذاعي مسلسل مع الرائع المخرج محمد بشير دفع الله حريكة اللي هو الخمجان للراحل قريب محمد راجح، وأيضا عدد من الدراما التلفزيونية لكن بأدوار قليلة حقيقة يعني ما كان بطرد طموحي، منها مع شكر الله خلف الله في سيوف وأغلام في التلفزيون السودان، وعدد هائل مع فاروق سليمان من الأفلام بأدوار قصيرة إلى أن قدمت أخيرا أدواري الجميلة مع الأخ الكندي الأمين والمخرج الرائع في تلفزيونات السودان معروف اللي هو أبو بكر الشيخ، أخرج لي أخيرا اللي هو في العيد اللي فات فيلم اسمه ريش الطاووس. فوجدت هذا المخرج شاب متمكن في اللوكيشن بيديك الشخصية وأبعادها وعمقها. أيضا هناك فيلم رجل جميل برضو أيضا كان في العيد، وفي فيلمين حقيقة لسه ما نزلوا، فيلم مع عاطف سنهوري اسمه الأم، وهناك فيلم اسمه الضياع تم تصويره في منطقة الخوي بكردفان إنتاج وزارة الداخلية وإخراج أخونا المخرج جرهام أحيو. قبل شوية سألت جرهام الفيلم نازل 200، قال لي إن شاء الله في العيد. اسمه الضياع، ودي حيكون إضافة الضياع لصالح بابكر كممثل. أيضا إعداد بعيد لعمل فني كبير مسرحية اسمها جبروت السلطان. جبروت السلطان مسرحية كوميدية إنسانية استعراضية، تم الإعداد لها إعداد كامل، وحيخرج إن شاء الله مخرج كبير لحد هسه ما قدرت أتكلم عنه، وتعرض على مستوى السودان في عدد من الأماكن. أيضا هناك فيلم أنا ما قدرت أتكلم عنه، فيلم في دارفور حيكون بصمة وإضافة للدراما السودانية بإذن الله،
الاستاذ عبد الواحد عبد الله قال لي ما تتكلم برضه لانه هو المشرف على هذا الشغل، لكن معلش يا استاذ عبد الواحد عبد الله انه افصحت عن الفيلم، الفيلم ده كاتبه انا قصه وسيناريو حوار، كاتبه انا وان شاء الله تصويره حيكون ما بين كتم وكبكابيه في مناطق طبيعيه في الغوره وفرقان وفي الحلالات وفي الحلالات وفي الزراعه، فيلم اسمه عشاق الحياه، وباذن الله يكون اضافه حقيقيه للدراما السودانيه ان شاء الله، لانه الدراما هي محاكاه للواقع، فاحنا في من خلال هذا الفيلم بنحاكي الواقع الدارفوري، دارين نقول يا اهل دارفور انتم رسل سلام وليس ولستم دعاة للحرب، وانما كلكم اخوان، ودارفور بتشيل كل القبائل، والجريمه الفرديه من عميمه وتكون قبليه عشان نخرب ديارنا ونخرب بلدنا. استاذ صالح بابكر، لعل هنالك يعني بعض الاعمال هي من الاعمال المحببه لنفسك، حدثنا عنها واهم الاعمال التي ما زالت عالقه في ذهنك. احب الاعمال لصالح بابكر ريش الطاووس، ريش الطاووس مع ابو بكر الشيخ رجل جميل، مع المخرج محمد رضا الذهيب لاول مره اشتغل معه. احب اعمالي يوم ليك ويوم عليك مسرحيا، هلال المريخ مسرحيا، حبوبه عصريه مع فايزه عمسي برضو مسلسل كاتبه انا، واللي كما تعلم نزل هنا في اذاعه الفاشل وكل اذاعه دارفور، وايضا مسلسل وجع الامهات اللي هو برضو بطوله الاستاذ بلغيز عوض وفايزه عمسي، دي اهم اعمالي يعني ان شاء الله. الانتقال ما بين الفرح والحزن لدى المسرحي هو ربما يكون من الأشياء الصعبة جدا، لكن نجد أن هنالك عدد من المسرحيين يتحولون بسرعة من هذه الحالة إلى تلك. كيف يعني هذا التأقلم مع هذه الأدوار وهذه الانتقالات في مجال الانفعالات؟ سهلة جدا، طالب أنت فنان يا ياسر، والفنان طبعا هو بيمتلك أدواته كما المخرج يمتلك أدواته وكما المصور ايضا يمتلك ادواته، الفنان كذلك يمتلك ادواته. فانت غليك ولا شنو يعني؟ انت غليك خليك معي انت في المشهد يعني ان شاء الله. ياسر انا شايف دارفور دي جميله. ودارفور بتشكل لوحه فنيه فيها كل القبائل. شوف هناك كتم. شوف كبكابيه. جبل مره هناك. كل الناس دي في انسجام ومحبه. الحاصل شنو هنا دارفور؟ الحاسس شنو لما الانسان يقتل اخو الانسان؟ كل الجمال وكل الطيب وكل الخضره وكل، ليه بكر يقتل محمد؟ ليه نقتل بعضنا البعض؟ وليه نهرب اطفالنا؟ ليه ناسنا يكونوا في المعسكرات؟ ناقصنا شنو؟ ناقصنا شنو؟ انت غلطه؟ تمام. شكرا يا زلمه. لكل طريقته في التعبير بفرحته بالعيد، ولهؤلاء الشباب طريقة أخرى مختلفة للترحيب بالعيد وبفرحة بهذا العيد، مرحبا به. لا 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 عنهنا سافرنا وبعدنا ما عرفنا هواك من بعدنا، كل ما لاقتنا فتنا ألف عاد حنه لفتنا، جينا في لحفة مشاعر كيف بتفهمنا الخواطر، جينا في لحفة مشاعر كيف بتفهمنا الخواطر، والليل نبني مجدك يا بلادي يا بلادي، نبني مجدك يا بلادي يا بلادي، آه نبني مجدك يا بلادي، أنا ابني مجدك يا بلادي يا بلادي. السودان وطننا زاهي وجميل وناظر وأفضي البلاد، ودارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج نعلم شأننا. هي محاولة لنقل
نبض الشارع وولاية شمال دارفور في هذا العيد السعيد. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تلبية طموحاتكم وتطلعاتكم. لكم التحية من ولاية شمال دارفور، ياسر آدم حسن.